الكلمه للاستاذ الاستاذ بسمحه محمد، محضر قضائي ممارس ومفتش وطني، عضو اللجنه العلميه للغرفه الوطنيه. مداخلته تنصب حول السلطه القضائيه، فليتفضل مشكورا. استاذ بسمحه. هل تسمعني؟ تفضل عم نسمع فيك استاذ. شكرا على اتاحه الفرصه، وصحبتكم جميعا، رمضان كريم. مادام هذه فرصه تاريخيه اولى في المهنه، نهنئ اللجنه العلميه لغرفه الوسط على هذه المبادره الوطنيه الاولى. نتذكر اللجنه العلميه حينما انشاناها في 2006 كنا نعتبر وكاننا معتدين على حلول المهنه، واليوم الحمد لله اللجنه العلميه تطير بجناحيها، ويحسب لها اصدار المجله الجهويه، واليوم هذا المنتدى الرائع في جو الحجر الصحي الذي اليوم نتحداه في هذا التدخل. بالنسبة لي موضوع السلطة القضائية هو موضوع جد مهم، حاولت نتناوله في 10 دقائق كما قلت لك الرئيس، وحاولت نشوف السلطة القضائية في مسودة الدستور، هل المعالجة تاعها هي قطيعة مع الدساتير التي عرفها البلاد، أم هو مسار مستمر لم يكتمل نحو استقلال السلطة القضائية. ثلاث محاور شفت من خلالها ما يحدث داخل السلطة القضائية. أولا تطور مسار السلطة القضائية عبر دساتير الجزائر والمسودة انتهاء بالمسودة. ثانيا محور ثاني مكان شركاء العدالة في الدستور في باب السلطة القضائية. أخيرا تكلمت بشيء من تخصيص عن ما هو هدف سعينا لما كان داخل الدستور وكيف يمكن أن يتجسد. المحور الأول شفت بأن السلطة القضائية بعد الاطلاع على دساتير الجزائر ابتداء من دستور 1963 إلى 2016، هذا المسار بدأ بدخول محتشم في الدستور الأول بثلاث مواد مخصصة للعدالة، والسلطة الوحيدة التي كانت مدسترة هي السلطة التنفيذية. ثم انتقل هذا المسار إلى دستور 1976، حيث نجد نوع من الاهتمام بالقضاء ولكن كوظيفة إلى جانب الوظائف الأخرى التنفيذية والتشريعية. وقد تطرقت مجموعة من المواد إلى ضمانات هذا الاستقلال، ولكن أكبر مكبح لهذا المسعى هو خدمة العدالة للثورة الاشتراكية، مثل نفس الشيء في دستور 63. ثم شكل دستور 89 الذي جاء على إثر الأحداث الدامية ل 5 أكتوبر 88 شكل من الانطلاقة الأولى للقضاء نحو العمل، حيث أصبح الحكم القضائية إلى تنفيذات أخرى تنفيذية، وقد تقصد جهاز العدالة في دستور 1996 الثاني الذي عرفته البلاد في سنة 99. استفادت السلطة القضائية من توصيات لجنة إصلاح العدالة متضمنة تغليب أعضاء المنتخبين في المجلس الأعلى في 4/12 المتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء. أخيرا دستور 2008-2016 حيث توصل تعزيز مكانة القضاء كسلطة. لكن احنا نتساءل اليوم عن هذا المسودة، أين وصلت بالضمانات المحيطة باستقلال السلطة القضائية؟ فبالرغم من الضمانات العديدة التي أضيفت إلى ضمان استقلال السلطة القضائية مثل دستور تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، استبعاد وزير العدل من نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، دستارة عدم إمكانية نقل القاضي الحكم إلا في حدود القانون، وفكرة التعيين النوعي للقضاة الذي يتم عن طريق طبعا مرسوم رئاسي ولكن باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، إلا أن البعض يعتبر أن مسار استقلال العدالة لم ينتهي بعد. مدام رئيس الجمهورية يواصل رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، مدام الأعضاء المنتخبين من المجلس الأعلى غير التابعين لوزير العدل هم أقلية في التشكيلة
وما دام أن نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء تسند إلى شخص معين من قبل رئيس الجمهورية وهو رئيس الأول للمحكمة العليا. هذه في ملاحظات على المحور الأول. في المحور الثاني، ما كانت شركاء العدالة في الدستور في باب السلطة القضائية. هذا ما لاحظناه انطلاقا من دستور 2016. دخل ممثل أعرق وأقدم مهنة من مهن شركاء العدالة وهي المحاماة من خلال نص المادة 170 في باب السلطة القضائية، وكسر بذلك، هذا شيء إيجابي، بذلك حاجز فكرة أن هذا الباب حكر على القضاة، وتضمن له تضمن له المادة الحماية القانونية من الضغوطات في ممارسة مهامه. وقد احتفظت المسودة بهذه المادة تحت رقم 182، وأضافت المادة مادة أخرى هي المادة 183 التي تحث المتقاضي المطالبة بحقوقه والاستعانة بمحامي في كل إجراءات. ولكن هذا لا ينفي أن المشرع قبل دخول هذه المواد في الدستور كان يشير إلى مهن شركاء العدالة، سواء من حين الاعتراف بحق الدفاع وضمانه في المادة الجزائية، هذه مادة قديم، أو فكرة سعي السلطات في كل زمان ومكان وظروف إلى تنفيذ الأحكام القضائية وفق ما نصت عليه المادة 184 من المسودة، وهذه بالمناسبة هي مادة دخلت في دستور 1976. وقد أضافت هذه المسودة فقرة ثانية لا تقل أهمية في تعزيز التنفيذ المدني، بحيث نصت على إخراج هذه المادة من الجمود الذي عرفته منذ إقرارها في 76، وهو النص على أن القانون سيقفل بمعاقبة كل مس باستقلال القضاء وعرقلة حسن سير العدالة وتنفيذ الأحكام القضائية. في الباب المحور الثالث، الهدف من سعينا لما كان داخل الدستور وكيف يمكن تجسيد ذلك. احنا لاحظنا بأن فئة المحذرين القضائيين أو الضباط العموميين بصفة عامة تشتكي من تشكو فئة المحذرين من ضغوطات رهيبة في سبيل تجسيد الحكم القضائي في أرض الواقع، كما تشكو الفئة من ظاهرة انعدام الأمن القانوني، بحيث أن هناك إحساس أن المحذر القضائي مستهدف بظاهرة المتابعة لأجل جريمة التزوير. وأيضا هناك، لكن نتائج تعد المتابعة هي دائما في أغلبها والحمد لله هي البراءة، مما يعزز الاعتقاد لدى هذه الفئة أن المتابعة لا تأخذ بعين الاعتبار التمييز بين ما هو خطأ مادي وما هو أخطاء عمدية. كما تعتقد الفئة أن صوت المهنة رغم المجهودات التي بذلها أعضاؤها 29 سنة من الوجود لم تلقى الصدى المنتظر، بحيث المجلس الأعلى الذي رسم في قانون المهنة والذي كتب له أن يكون جهاز استشاري بقي جامدا دون تفعيل مدة تجاوزت 27 سنة. كما أن النصوص التطبيقية للمهنة لم تصدر منذ أكثر من عشرية من مناقشتها وإيداعها في الوزارة، وتعتقد هذه الفئة بالتالي أن دخول الدستور من شأنه تنبيه كل هيئات الدولة إلى مكانة المحذر القضائي كذرع العدالة، كمفوض من قبل السلطة العمومية وحامل لخاتمها، وبالتالي لا يعامل باستخفاف. ولكن أين هي مكانة المحذر القضائي عمليا؟ أولا، تجدر الإشارة أن الدخول في الدستور من باب حمايته من الضغوطات التي تمارس عليه هو أول باب يمكن أن يلجه نظرا لكونه منفذ أحكام القضاء ويمارس جزء من السلطة العامة، وفعلا عرضة لهذه الضغوطات وصلت إلى حد المساس بسلامته الجسدية سواء في الجزائر أو خارجها. ثانيا، نظرا لكون المهنة لم تنل حظها من الاستماع من السلطات العليا، يبدو أن أحسن مكان لاستماع لصوت المهنة وإعطائها شرف التشكيل في المجلس الأعلى للقضاء مع بقية شركاء العدالة عن طريق رئيس غرفة وطنية، وبالتالي إلغاء المجالس العليا للمحذرين القضائيين والمجلس الأعلى المجلس العليا الأخرى الضباط العمومي. يبدو أن مفهوم المجلس الأعلى للقضاء يجب أن يتمدد في نظرنا لاعتباره مجلسا أعلى للقضاء بمفهومه الواسع الذي يعني تجسيد قيم العدالة بدل مفهومه الضيق
الذي يقتصر على كونه مجلس للقضاة، وهي بالتالي فرصة لكسر أسوار التي بينيناها بين مهن شركاء العدالة وتعميم التنسيق بين هذه المهن في مصلحة عدالة تقدم خدمات عامة ذات نوعية وفي طابع احترافي، وهو حق من حقوق الإنسان. أشكركم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ بسمحة على هذه المداخلة الشيقة. إذا الأستاذ بسمحة مداخلته حول السلطة القضائية تناولها في ثلاث محاور. تكلم في المحور الأول على تطور مسار السلطة القضائية عبر دساتير الجزائر إلى غاية المسودة الدستور اليوم، ثم تكلم عن مكانة السلطة القضائية في الدستور، ثم تكلم عن مكانة المهنة داخل الدستور، وهذه النقطة الأخيرة أعتقد أنها نقطة مهمة جد مهمة، سنفتح أكيد بعدين سنفتح النقاش فيها، لأنه يعتقد أن الجهود المبذولة لمدة 27 سنة لم تلقى الصدى لحد الآن، لذلك وجب لفت النظر كتنبيه بأن ندخل المهنة في مسودة أو في مواد الدستور المستقبلي من خلال الدخول من باب الضغوط التي يتعرض لها وإعطائه كذلك شرف التشكيل في المجلس الأعلى للقضاء مع إلغاء مجلس أعلى للمحضرين. كما يعتقد الأستاذ أن المجلس الأعلى للقضاء هو للقضاء وليس للقضاة. شكرا للأستاذ محمد بوسمحة المداخل.